شي داك الشيء زوين. هاك كديروا فلا يا سلام. شوفوا لي الشكيلات واللوينات اللي كاينين هنايا. عطيك العهد وعهدك هو هو كوا 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 كوا. الله يسخر. هذه المرحله الاولى باش كتحيد لي الزغب. كيتحيد الزغب هذا دابا النهار الثاني عاد تجي. اه لا عطيتها ثاني شويه. عرفتي هاد الجلده هذه شحال دازت من مرحله. الاخوان السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم ان شاء الله باذن الله كيف كتلاحظوا الجامع ديال الكتبيه الاخوان، لاحظوا الكوتشيات هنايا. يعني حنايا دابا حاليا كاينين في المدينه الحمراء اللهم بارك في مراكش الاخوان، غادي نديروا واحد التجربه اللي هربانه بزاف اللي من شحال هذه كتبغي نديرها وكتبغي نبارطاجيها معكم. غادي نديروا ستريت فود ديال مراكش الاخوان، غنجربوا جميع انواع الماكولات. ولكن الاخوان ديك النهار جيت وما لقيتش اللي ياكل معايا الماكله ديال مراكش وغنجربوها كامله. ولكن اليوم راه غيجي معايا واحد النبيغه باقيش تقول غيجي معايا. آه. قول غادي نمشي انا وخويا سيمون نضربوا الدغميره في جامع الفناء. عادي. وتحياتي للناس اللي كيحبونا والناس اللي ما كيحبوناش. دابا الخوت غادي نمشيو لجامع الفناء غنبارطاجيو معكم كما قال خويا سفيان، وبعدا قولوا لي كي جاكم الاوت في ودي الاوت في طنادي اللهم بارك. داك الشيء هربان. شوف انا باغي نضرب باولو. باولو. يلا. لا تسقاو. وبسرعه. ايوا وبسرعه. المهم الاخوان غادي نمشيو غنجربوا جميع انواع الماكولات اللي كيتواجدوا في جامع الفنا وشعبيين، ما غاديش ندخلوا الريستورات ولا شي حاجه، غادي نجربوا الماكله ديال الكراراس الاخوان. هادشي اللي غتشوفوا معنا ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو. وما نطولش عليكم، الا كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك واحد لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع اصحابك. ولا تسقاو الستريت فود ديالنا الكراس. كيف كتلاحظوا الاخوان الساحه ديال جامع الفنا عامره بزاف. هذا هو شكي علاش كيعجبني مراكش الاخوان، كتكون واحد لي زاكتيفيتي هربانين بزاف في جامع الفنا. شو تحرك ولا ما تحرك؟ ها تحرك ولا لا؟ هاي ناضي، راك ناضي، ترى ديكو هربيني الصباغه داك الشيء ناضي، ما كيبانش انه انسان طبيعي. ترى هربان، ترى مصاره وصاره قبل ما في حسن. ياك خدمتي دابا. شكرا لك. اول حاجه سيمو واش كيبان لك في مراكش؟ كتبان مراكش كيبان داك الشيء ناضي. الله يحفظك. وين صراحه ناضي. اول حاجه غادي نجربوا ان شاء الله باذن الله الطنجيه المراكشيه، غادي نبداو الافتتاح ديالنا بالطنجيه المراكشيه اللهم بارك. كيف كتلاحظوا هادو هما الطنجيات الاخوان، كاينه نص كيلو، كاينه ديال 4 كيلو هذه اللهم بارك، وكاين لحم الراس الاخوان كيف كتلاحظوا هذا لحم الراس اللهم بارك، وكاين زويتنات وهذه الطنجيه مداغمره. يا سلام وتبارك الله عليك الشاف، تبارك الله عليك. وجد لنا شي طنجيات تكون ناضيه. كاينه الطنجيه. اه كاين لحم الراس. اييه المغرب. اييه كاين السيمو هادشي اللي كتقول وصافي كاين. ولكن انت صديقي وليدي تحسبني بحال سلعه. وراك ديما كتقول لي كاين هادي وكاين هادي وكاين السيمو. السيمو اللي غياكل. انا راه ما كناكلش بزاف، هذا هو المشكل. والله ما كناكل بزاف، انا كندغمس. شو اللهم بارك. ما كناكلش بزاف، والله ما كناكل بزاف. ترى الناس كيقولوا فمك دير بحال الديناصور. علم بالله. المهم الخوت عطانا هنايا شوية الحار، شوية الزيتون، الكمون، الدقيقة ديالها تاهي ضروري خاصها تكون، هاد الخبز هذا الإخوان. والإخوان سمحوا لينا على هاد الصداع اللي غادي تبقاو تسمعوا، شوفوا الخوت هذا راه التغيميسة، يعني كيقول لك باولو، هذا هو باولو أخي سيمو، شتيه؟ وضرب ضرب ضرب، جرب جرب. والله إلا ما ها؟ خلينا سمحوا لينا الخوت والله. والله إلا مش... مراكش سوق شعبي ديال المأكولات بامتياز، النيميرو واحد. هانتوما الاخوان هذا باولو، غنجربت انا التغيميس هذي بسم الله. واو ديال اللحم الراس بحال قلتي ذاك البلول ديال اللحم الراس. يا سلام. قاد الطبيسين. اكادير 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 وفلا اكادير وفلا. يا سلام.
واو يا سلام يا سلام. طنجيه مليحه. بسم الله الخوت، والله الا بنينا بقوه البنا الاخوان ما قدرناش. يا سلام بوب اللون كيدير. شوف بسم الله. صراحه طنجيه والله الا في المستوى. طنجيه سوبر حتى الطنجيه دايره واعره. هذه الاخوان تقريبا الثمن ديالها اللي دايره في مراكش ب 70 درهم، فنص كيلو ديال اللحم والله اعلم. وقولوا انتم الله اعلم. انا كليت واحد الحاج لامين هذه ديال احسن من ديال حاج. ولكن راه ما خلينا فيها والو بقوه البنا. السيمو راه في كرده العظام. الله الا كردت العظام. يلا رفنينا الخوت. الطنجيه الاخوان ناضيه وتقامت علينا تقريبا بواحد 70 درهم. درهم الاخوان اللهم بارك. نص كيلو ب 70 درهم. عطيناه 100 درهم شاش رجعت منها. يجي عند شريف واللي بغى يجي عند شريف. والويفي تحياتي ليه مول الويفي. تبارك الله عليك الله يحفظك. راه كلشي عنده اللهم بارك. اه الرقم ديالك شحال؟ 59. اللي جا عنده مرحبا به. باولو تحياتي لك باولو. الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة. الطنجيات بجميع انواع واشكال. تحياتي لكم الدراري الله يسهل عليكم. دابا قصينا. تحياتي للبهجاوة. تحياتي. دابا احسن عصير في العالم. فينا هو؟ راه هو الشيء. يدير الراية. اللي يدير الراية. ياك متأكد؟ متأكد على حسابك. على مولانا انت. هو احسن واحد كيدير العصير. تحياتي لك اخويا. دابا اي واحد كنشوف عنده من العصير هنا كيدير عصير ذوقه وكلقاو نادي. ملي كنقول لك عصير وكيدير عصير ضفير. علاش؟ ياك أو شي سطيحة وتهلّى علينا في داك الشيء وتقليد عليك إخوان. راه جميع الفواكه كاينين هنايا. كاين الكيوي كاين الباباي كاين البنان الليمون. هادو راه زواق الإخوان. هذا الحامض كاين الحامض. هذا سميتو المونغ. بسم الله. لا 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 عصير. هذا عصير. سير الله يحفظك. ولكن دابا كاين شي كرارس كيعطيك البديه فيها العصير وكل شيء. والثانيه كيعطيك عصير ملي كتاخذ من عنده كيعطيك واحد العصير ما فيه ما يضاد. كاينه حيت جربناه الاخوان قسما بالله وتصيدنا. ما هذا مزيان. وهاد المره هذه راه واعر عدو داكشي صراحه اللهم بارك. العصير سالينا. حلويه شي حلويه كديرين دابا اش كديرين؟ نضرب الصحيح. قال صحيح باغي الصحيح. اش باغي دابا؟ شنو نضرب هما شنو؟ كامل هالعصير. الله يحفظك والله يكبر فيك. تحياتي اخوان. دابا غادي نمشيو ديريكت نجربوا الطيحان الاخوان وراوه لينا. غنمشيو نجربوا الطيحان. الله يحفظك الله يكبر فيك. هذاك عنده الطنجيه ضربناها. ومراكش الاخوان راه فيه جميع انواع الماكولات الشعبيه. اجيو قصي وفيه الكور موجودين على الجهد. دابا غنمشيو ديريكت فين؟ نضربوا الطيحان. الطيحان طيحان وباولو. طيحان وباولو تحيه للطيحان الله يحفظك. خاصنا دابا المهم غادي نمشيو نجربوا الطيحان ونجربوا كل شيء. غندورو الببوشه كل شيء. تا هما الكرارس ديال الببوشه الاخوان هنا. المهم غادي نجربوا جميع الماكولات كما كانوا الاخوان. الله يحفظك ليا. تحياتي الله يحفظك ليا. مول الحريره سيمو. ضرب الحريره. الحريره والتمر. كاينه الحريره الاخوان التمر كلشي كاين تبارك الله. راه سوق شعبي بامتياز. الحريره تاع مع الصباح نفطروا بها. ياك دابا ما كاينه الدهماني. عرفتي باغي نباتوا؟ اه غندخلوا نقلبوا على شي وطين يكون ممغل. ممغل اه
هذاك الوطينات ديال الدراويش. ديال الدراويش. خلينا من دوك السيكيطوال. لا لا ما بغيناش، بغينا ديال الدراويش حنا. اليوم شاولين في المعدة. شو لي الخناجر. انا الى خنجر مليح. خنجر مليح. واو. وما تخلعوش الاخوان اللي جيتوا لمراكش ودازوا حداكم بحال هاد الماطر هادو، ما تخلعوا ما والو، راه قادي الغرض. اي والله الا جا معاك يلا، والله جا نبيغه. لا 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 سد من كل راجل القبيله. سد يلا مش نضربوا الطيحان اخويا، هادشي راه ماشي ديالنا صح. الخوت ريحه الطيحان عاطيه والله الا عاطيه. ريحه الطيحان اش دايره؟ ريحه زينه. الريحه زينه جيده الاخوان. ها هو الاخوان طيحان، اللهم بارك. كيف كتلاحظوا شوف، اللهم بارك، شوف داك الشيء زوين. هانت اخويا صاوب لينا شي جوج يكونوا زوينين. دابا خاي سيمو اش كنتسناو؟ شوف مريحين حدا باب قديم السيمو، شوف تحفه والله الا تحفه نادره. دابا ما كاين الطيحان الاخوان، خدينا دابا خدينا خبزه ديال الطيحان، مازال غادي نزيدو نجربوا الماكولات. واش تزيد ما كاينه زيد حنا شوف. اليوم نصيبطك على رجلك. اخوان هنا الجموله ديال المغرب، شوف ما شاء الله. هذا بخم شنو هو؟ الجبل ب 50 درهم ورخيص، فيه مروكو ب 50 درهم. هذا مارتيكم كيفاش رخيص؟ وراد الحمد يدير الجمل يدير 3000. الجمل ندير 1000 ريال. الحمد وندير 1000 ريال. الجمل على قد الدبان. هاكا خاي سيمو اليوم تبات بلا نعاس. شوف شوف شويه اللي فيه. اش فيه الطيحان؟ الفرماج والطيحان. شوف خبيزه كيدير. خبيزه ديال الكا اف سي. ها خبزه ناضيه. ماكدونالد. بسم الله توكلنا على الله. حنا غنجربوه وصافي. نجربوه واش بنين ولا لا. ها انتم الاخوان كاين طيحان. وكاين فيه فرماجه والحار والمسائي. هاد الخبزه غنقول لكم الثمن ديالها في الاخر شحال، ودابا غنديروا لها التقييم. بسم الله. كاين المعنى، كاين المعنى، ولكن ما نقدرش نكملها. شوف كيدير اخوك، وكتضرب طيحان مع الناس ها. مع الاكتظاظ. كتحس بواحد البنة في شكال في فمك صح. الاخوان تقريبا هذا النصيص هذا او هذا الخبزه هذه تقريبا الاخوان ب 340 ريال الوحده الاخوان. صراحه بنينه ولكن ماشي شي حاجه متميزه، المهم هو بنين الخوت صراحه، غير هو حار في واحد البنه حاره الاخوان، يعني كيلعب بالحاره الخوت. هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو نجربوا شي حاجه اخرى ونبارطاجيو معاكم. واول حاجه غنقلبوا على ارخص اوتيل في مراكش. ارخص اوتيل بشحال تقدر تبيع؟ تقدر تبيع ليله في مراكش بشحال؟ غنقول لكم الثمن. اخوان صباح الخير عليكم. المهم هذا النهار الثاني في مراكش الاخوان، مشينا بتنا في واحد البلاصه، في واحد كرينا واحد البريط ما تقريبا ب 200 درهم الاخوان، دوزنا فيها ليله رائعه الاخوان صراحه. سيمو دابا شنو هو غنديروا؟ صباح الخير الخوش. اش نمشي نديروا؟ نمشيو نفطروا. غنمشيو نفطروا ونشوفوا الفطور اللي كيتميز به مراكش الاخوان. غنمشيو ثاني لجامع الفنا، راه حطينا الطوموبيل هنا في هذا الباركين هذا. هذا الباركين هذا دايرها 100 ريال. كاينين باركينات اخرى غاليين الاخوان، حنايا دراوش. وصلنا لجامع الفنا، عرفتوا راه الناس بحال بيته هنا زعفي، حنا مشينا نعسنا باقي لي دورو وما يمكنش. هاكا ردي لك الكاميرا، ها هي قريده قرضونا. هاكا السيمو دير في عنق عنق. لا راه قبيح قبيح. ساري ويضربني. شعيبيه. شعيبيه؟ شعيبيه مولات لاغوب. تحية شعيبيه مولات لاغوب. بوس 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 يا عمي. بوس شوف يا طلعي طلعي. ايوا. ولا تسطح ولا تسطح. انت شمنا تسطح؟ اش تحيا؟ لا لا طلع لك فوق دارك، زيد زيد زيد. سيمو كي ولا راه ديك الخافه قويه منه على الصباح طالع لك الشعيبيه، بولي عليها الشعيبيه. دايره ليكوش دايره ليكوش.
تبارك الله ما شاء الله. ايوا يلا سطحي سطحي هاري هلا واز تلاوة هلا واز تلاوة هلا واز هلا واز هلا واز نادية تحية تحية عسكرية الرياضة لعبي الرياضة. اوه سيري شو ما شاء الله سبحان الله سبحان الله شو سبحان الله الاخوان الوداد الوداد الشعبيه دفران كيكبروا لهم واش دايره بحال بنادم اصاحبي ها دفران كيتحيدوا تما يا سبحان الخالق فين الشعبيه ما تخافيش ها راه بغات تضربني راه بغات تضربني عاد تلعب معاه اري كي دايره وي سبحان الله العظيم اللي دير سبحان الله وتقول سبحان ديال بنادم هذا خدمه ديال بنادم ديال بنادم شكرا بزاف لهم التحيه تحيه تحيه الشعيبيه سنينات شو سنينات وريني شو سنينات سنينات هما يسخين نشوف بحال سنينات بحال بنادم بحال بنادم, بنادم سبحان الله اه مراكش على الصباح النشاط حناش السيما هذاك الحناش اه انت حداد ديروا ديروا هنا في القبيه وي وي شوف ديروا فوق القبيه عندك 1000 ريال والله لا درتي تاكل خروف ملك الا درتيها السياد هذاك السياد لا درتيها تاكل خروف ملك خشي هنا خشي هنا عندك سير راه غيعدد ياك يعدد خويا عندك سير راه غيعدد دابا غادي نفطروا ان شاء الله باذن الله في الازقه ديال مراكش ندخلوا للداخل الاخوان المدينه القديمه وش واحد الريحه ريحه النعناع والمسائل هنايا الزعتر اللويزه كلشي كاين الاخوان شوف النعناع السالميه الشيبه نعناع شو لي النعناع المراكشي يا سلام داكشي سوبر اخوان دخلنا لواحد الزنقه اللي غابره بزاف باش نفطروا ولكن الحمد لله لقينا فطور مراكشي يعني خبيزه وفيها الزبده والعسل غتكون ناضيه العسل ديال اش ليمون ديال الليمون الاخوان الله يبارك هيا كلنا ودحنا كلنا صوب لنا شي كتب لي ناضيه صوب لنا شي ثلاثه الرويدات ياك كنتي ثلاثه يلا سير الله يسخر هانتوما هذا هو الخبز الخوت شوف خبيزات ناضي هادو هاد الخبز واش مصاوب هذا قمح ياك ديال القمح القمح والشعير واللو انت باغي تضرب اللوبيا عندك لوبيا عندك هنا اشناو نفطروا بهذا واش هذا لا مقارن لا مجال للمقارن صوب لينا جوج صوب جوج أجوج 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 بارك دير لهم بحال الطريقة هاي الله يبارك وهذا الطويجنات هادو طويجنات صغيورين هذا طايح طاجين السيمو دير في دغمه كسكروت كسكروت راك واحد النابغة الله يحفظك قول لهم فين كاين نتايا قول لهم دابا فين كاين نتا باب مفتوح درب الحرقاصة درب الحرقاصة عند مراد عند مراد تحياتي لمراد تحياتي من هو غيصاوب لنا فطور ناضي وغنشوفوا الفطور ديالو بشحال الثمن ديالو ونشوفوا البنة انت انت والعسل ديال الليمون لا ماشي بلديه هذيك راه ما يكذبش عليك حتى انا كنعرف الزبده البلديه من الحليب ها ديال الحليب هذه ها الروميه دار الحليب اه البلديه جايه لا 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 ديال البقر اييه شكون ديالك اللي ما كاتش بلديه شو هي الملون مراكشي كيدير ما شاء الله حتى هو ناضي ودير لنا عسيلات ديال الليمون وانشك لينا المسائل كيديروا في الامل وياك يا سلام وصافي دير لنا مع هذا العسل هذا الا ولي بالك مزيان انت اللي بغيتي انا دير لي ديال الليمون اللي بغيتي يا سلام داك الليمون ولا كيديروا في املو ولا كيديروا مع املو دير لي تاملو دير املو انا هنا دير ريقل راه تمام صافي انت دير لي انا العسل ديال ها الاملو دير لي املو لا ها كثر لي انا صافي دير لي انا بقينا كثر لي دير لنا عسيله ما ديرش لي يا سلام قال لك حلي باش تولي والله الا حلي باش تولي ولا حلينا انا العسل انت بغيتي السكري لا 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 هذا الليمون ليمون ليمون انا سيتي العسل ديال الليمون انا سيتي وشي براد تاتاي نغماوي براد تاتاي يكون نغماوي وهماوي يا سلام بابيكم انتوما والله يحفظك كازا كازا بلانكا كازا بلانشا انا سيدي اه غضرب هادي سوبر غادي تقول اصاحبي باينه 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 ترى الرويحه كي دايره انتم الاخوان نفطروا هنايا في هاد الدريب هذا يا سلام راه لي الاملو اللي فيها الاملو خويا اه هي انت شو شو الخوت شو 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بالي بالي راه غادي تبرد قول ليه بالي بالي اتاي
بالي غتبرد هادي ما نبقاوش ناكلوها. يا سلام الخوت الله الا واعره. يا سلام واو بسم الله. واحد الميكس ما يمكنش بعد من ديال وا ما يمكنش هذا الميكس هذا اللي دار وما يمكنش. اتاي تاخذ املو ترى ناضي يا الخوت قسما بالله واحد الميكس ما يمكنش. اشوفوا ملي دار سيمو ردت الفعل صافي عرفوا راه بنين. هذه قسما بالله الاخوان حتى ما يمكنش. والعزاوي اخويا راه الشيء راه غيسالي راه غيسالي وغنزيدو واحده اخرى وبالي يا العزاوي دكالي هذا انت دكالي دكالي هذا اللهجه ديالو لا لا هو اللي دكالي ياك. يا سلام ترى شو الخوت شو واعره قسما بالله شواعره عمرتي لينا برميطه. سلام يعطيك الصحه الله يحفظك. دير الشيبه نديرو الشيبه الشيبه النعناع مراكشي هنا راه تنينا من النعناع اخي خصنا نشربو اي حاجه في التقاليد ديال ندير النعناع في كاسي هنا شوف مراكشي واعر هذا ندير السكر او مراكش قالوا بعيد او مراكش قالوا بعيد او فين نخلاوي جريد او سيدي ما تفرطش فيا هو على قيلولة يا ديك واحد البركة الاخوان فهاد الدريب هذا مكالمي انتي عارفين مراكش الاخوان عامرة بزاف اخوان كثرة البنة ما يمكنش وما يمكنش. واه سيمو كثرة البنة شنو؟ واه بشحال فطرنا؟ فطرنا تقريبا 27 درهم 1 2 3 20 ها 27 الله يكثر خير. اش كيدير هو هنايا؟ كيدير الدجاج الاخوان مقلي شوف ولكن تطيب كيدير ثاني الاخوان هذه طنجيه ياه شوف ان شاء الله باذن الله من البوين تغداو غادي نجيو عندك سير والدجاج راه هو مقلي تما وشنو هذاك الشيء؟ هذا الكرعين بقري هذاك الكرعين بقري الخوت شوف ما شاء الله اللوبيا واللوبيا راه هي اللوبيا الاخوان هذا الشيء كطيبوا فاش؟ الفاخر على الفاخر والعدس انتم الاخوان ثاني عدس بلدي ما شاء الله وقول لهم اين بلاصه يجوا عندك باب مفتوح جميع هنا تحت باب مفتوح درب الحرقاصه درب الحرقاصه تيجي له فوبون تدخل مع الدريبه جيو عنده مرحبا بكم الاخوان راه عنده صراحه فطور واعر وعنده حتى اللي الا بغيتي تغداو الاخوان راه ناضي غتلقاوه هو هنايا واحد المواد تهضر معكم تحياتي بابكم والله يكبر بك باب سيدنا الله يحفظك ترى هلاويه وتحيات الاذاعه الله يحفظك بابكم اللي بيجي يزورنا هنا في حي الساعد شبابنا باب الله يحفظك جمال بنا ما كاينش اللي ما تعرفها ارقنا واللي عنده واللي عنده واللي ما عندوش ياكل وشرب كل شيء ياكل هذه سبعه رجال تبارك الله ما شاء الله تبارك الله عليك وكيدير حتى الخبز ديال البطبوط ديال الشحمه ديال الشحمه الاخوان هذا راه ديال الشحمه سير الله يسخر لك الامور الله يسهل عليك الله يحفظك وانا التحية للانسان اللي تيطوه مساكن ماشي تيشعر ولا شيء متواضع عجيب من حقهم كا الله يحفظك تراب حيث بهم التراب الوطني الله يحفظك من حقهم يجيو يشوفوا البلاد كاين هذاك الشيء اللي كاين احنا اللي بغينا هما بحال هاد الناس اييه بحالكم انتوما اييه خاصكم يعطيكم واحد تروسبور واحد الله يحفظك انتوما مساكن علاش خاصكم الوصيل خاصكم سيدنا الله يسروا حتى يعزيكم الله يحفظك ما تضيعكم سيدنا الله يسروا الله يحفظك وتحيات الاسره العلويه وتحياتي لعاش الملك هذا الشيء اللي كاين عاش الملك الله يحفظك اخوان جينا واحد البلاصه اللي كنموتوا عليها انا وسي محمد شنا هي؟ هي الصناعه التقليديه وشي حاجه قديمه الاخوان الجلابيه اللي عندي تشوف شو ما شاء الله ديال الخميسات الخوت شوف لي ما شاء الله تبارك الله ها انتم الخواتم قدام الاولين ديال النحاس
جميع لا 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 هذو كاملين النقراج فيهم النقراج ولكن قدام الاولين هذا هذا نقراج هذا نقراج الخوش حتى الاولين هذا تشريه هذه راه قديمه هذه المغرفه هذه الخوش شوف ما شاء الله هذه شناهي الله اعلم هذه ديال شباب هذه الخوش الاخوان دابا غاديين مع واحد الزنقه ديال الصناعه التقليديه كلشي كاين الاخوان ما شاء الله كاين النحاس كاين شي ديكورات اللي هرب لك الاخوان مثلا شوفوا لي هاد العيبات هادو هادو واش بالعود ولا ماسكات الاخوان شوف اش بالك فهاد الجمجمه هادي هاد الياف هذا هو هنا مصباح كلشي كاين الصناعه هنا بزاف الاخوان ما شاء الله كاين العيبات اللي قدام بزاف وحنا غاديين مع الزنقه بانوا لينا داك الشيء ديال البارح الاخوان اللي ما جربناش نقدروا دابا نجربوه الاخوان شنو بغيتي تجرب خويا كيداير بخير سمعتي الصوت ديالي الله يحفظك الله يكبر بك الله يحفظك ليا اللوز زرعت القرعه واللوز بسم الله غادي النوكا هذا بان صوب لينا داك ميلون تين التيني والزيتون شنو التين هذا هو الكرموس هو الكرموس شريحه واللوز زرعت القرعه واللوز زيد هي هذه الخوت زيد درنا شي حاجه اللي عجيبه ماشي هذا التين هذا الكرموس يعني الشريحه الاخوان زيد وهذا خويا شنو هذا زريت كتان هذا زريت كتان سير على مولانا هذا البيستاش دير منه شنو تال اللوز سير على مولانا الله يحفظك الله يكبر بك الله يحفظك الله يكبر بك الله يحفظك هذا هو دكا لو فنجرير بنا لهم ما ضاربينش الابواب ما معروفش دابا ياك اخوان خدينا هاد الساشيه هادي دابا غادي نمشيو لشي بلاصه ونجربوها ولكن غادي ناخذ ثاني واحد اللعيبات بانوا لينا حلويات ديال مراكش الاخوان شي حاجه يا سلام شوفوا لي الشكيلات واللوينات تمر ها انت صاوب لينا واحد الروايبعه تكون ناضيه ولكن اللي غتبغي انت ما يديرش لنا الزواق هذه ما داكشي السامبل البلدي معلم البلدي حنا نموتوا على البلدي دير لنا غير الحاجه البلديه شوف ولكن راه هادو السيمو خصنا نجربوا حنا هاد العيبات هذه راه عمرنا شناها هذه هذه باش معمر هذاك الكوك البيستاج كاع لي كولوغي بالكوك بالكوك كاملين كوك هذا كله البلدي لا بغيتي لا البلدي لا عطينا عطينا من هذه جوج حبات من هذه من هذه هذه بحالها هذا بنان هذه بنان عطينا من هذه فريز هذه فريز عطينا من هاد الكرموسه هادي حنا كنذوقها العجيبه كتبتي الفريز الا بغيتي دير الكافي ولا شي حاجه ياك القهوه ولا بلاش القهوه لا بلاش المهم خاصك غدير من هاد الكرموسه هادي هادي اللي قلتي التمر كامل مزيان المهم فايتين رابعه رابعه بارك حنا بغينا نجربو السلطان حنا دابا في درب السلطان جينا من دابا حنا في درب السلطان وبحال العراقات اللي كاينين في درب السلطان الاخوان وبحالهم حتى هما كيبيعوا الفكاران والعشوب هانتوا الفكاران المسائي شوف واش هذا هذا قلتي البيض ديال الرايه البيض ديال الرايه الجواد البيض ديال الرايه الجواد ديال البيض ديال الرايه كي درتو ليه تجتو هذا كاين هذا البحر في مراكش والعراقات هذا عندك شي شيني عندك تبيع لي منهم لا تاكلهم ياكلهم وتقلد انت ويلي وي لاكوست الحرباء يا سلام لاويه هذه الحرباء الاخوان ما شاء الله قاتل الصاد شحال تبيع لي هذه شحال تبيع لي جوج المليون اللي دايره البوه هذه الاخوان هذه كيديروها كيفرقعوها يا سلام ناضي الله يلا ناضي شد عليا بوتك لا هنا الاخوان كاينين صوصيص صوصيص بالبصله الاخوان هنا هادو مشهورين بالصوصيص والبصله في الخبز الخوص داكشي سوبر وبالخصوص كيجيو عندهم السياح الاخوان السياح كاملين كيجيو عندهم كيجربوا هاد الماكوله شو لي الماكوله ما شاء الله كيدايره شو تلاقينا مع الناس هنايا الله يعمر دار اللي كيديروا الدقه المراكشيه وغادي ندخلوا غيديروا لنا شي تقيتيقه مراكشيه زيد تبارك الله عليكم الدراري هو 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 هو
بالنسبة للنمرة ديالك قول لنا النمرة ديالك لأي واحد بها 07 73 22 22 33 33 21 جاب رئاسة المعلم الحباشي اللي يجيو عندهم. مرحبا بكم الإخوان. كدير كل شيء تمشي عنده حتى لكازا كازا الرباط طنجة فين ما. المهم الإخوان دراري ناضين الله يعمر دار حاولوا تتصلوا بهم اللي عندهم. الله يحفظكم الله يكبر بكم الله يحفظك الله يكبر بك الله يحفظك. هذه الإخوانية مرات كاين الزحام الزحام. الله يبارك المخ 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 ديال المدينة المخ ديال المدينة دخلنا عليك. إخوان دخلنا دابا لدار الدبيغة شوف لي واو ترى هذاك الشيء راه مليح اخي هذا الماعز ياك ما شاء الله كي تجي من السوق ياك يجي الحكم من السوق من الحاج ياك عاده كيدوز نوريك المرحله اللي هو تحياتي ولد البلاد واه كاين واحد شي باس ما كاين شي باس ما كاين تنجيبو من جوج السوق اييه تنجريو هنايا اول مره كيدار هنايا هنايا طنف الزقوق اييه تنجريو ليه النار طلق ثلاثه ثاني تنجيو تنقلبو تنجريو الزغوب لداخل اييه الحميده تولي على برا ثاني تنبتلو ليه داك الماء اللي ولا فيه داك الماء اللي جا من السوق فيه الملح اييه تنحيدو تنديرو ماء جديد تنديرو تنخليو ثاني طلق الغطا الغطا تنقطرو كيتقطرو نهزو نحطو هنايا تنخوو داك الماء تنجيبو من هنايا تنديرو في الجير هذا الجير هنا تجير الاخوان واو ولكن راه كاينه واحد الريحه ناضيه. السلام عليكم فايسخر هذا البوزو الجير هو اللي تحيد لنا داك الزغب كاين تف كاين تف الزغب كيجي الغنم يدير المعز يعني المعز هذا طل عيد كبير تجي هذا كتحمل ديال الغنم هذا المعز هذا المعز هو السي تحيد ليه الزغب سير الله يسخر الامور الله يسخر هذه المرحله الاولى باش كتحيد ليه الزغب كيتحيد الزغب هذا دابا النهار الثاني عاد تيجي السي تيبدا تحيد فيه ها الزغب كيتحيد بوحدو ها اسلات كيتسلت اسلات كيتسلت الله يعطيك الصحه ديال الزغب من بعد هكا كنديروا واحد المرحله الثانيه تنجيبوا الجير بوحدو بالماء الجير بالماء هنا بالماء ماشي باش تحيد الزغب تنجيبوه هنايا تنديروه في هنايا بوحدو بالماء كيرقد تيرقد لا يعطيك الصحه تيولي كيولي بحال هكا كيدقو في الكو كيولي بحال هكاك تقفل زين هيا بعدا كنجي تقفل من داك الجير تنديرو هنايا بوحدو تنشلليه بالماء ياك ثلاث مرات كيتغسل كيتغسل من داك الجير اللي بدا تحيد لنا الجير تنديرو هكا من بعد تبات اللي حيت البزق هذا هو هذا اشلا الاخراني هذه هي الاخرانيه ياك الجلده الاخرانيه هذا البزق تاع الحمام البزق ديال الحمام هذا هي الماء نتاعو الماء ديال البزق ديال الحمام هذا اشلا الاخراني تنديرو هذاك الماء نتاع البزق تعاوننا باش يحيد لنا الجير ديال الحمام فهمتيني باش تعرف الحمام عنده دور البزق سخون سخون دابا اشلال ثلاث اشلال تل نديرها في البزق كيدار في البزق نعم سبحان الله هذا الاخوان هي الشكل النهائي باقي النهائي شوف باقي النهائي ناري وطيحنا طيحنا تتشلل بالبزق ديال الحمام زيد هو الحمام هنا تعطيني تيرققو شويه الجير نفخنا الجل نفخ الجل فهمتي دابا انا تنقتلو هذيك الطريقه تنطيحو كيطيح كاهي فهمتيني اطيح يبقى هنا واحد النهار على حساب السخونيه ديال الحال دابا الحال بارد شويه تيطلع لنا يومين جوج يومين ونص ثلاث ايام ملي تيكون الحال سخون بحال هكا شهر 7 شهر 8 شهر 9 نديروه على الخطليه تنجيو ثاني الزاه كتهزو ديريكت لحقاش البزق سخون سخون بزاف هذاك ما باقيش لقليتي شي 4 ايام ما باقيش لقاش لعدك ما تلقاهاش مشات سد ها نعم تحزي معاه نعم من بعد هكا تيطيح الجلد تنديروه ثاني ثاني في هاد المراكل تنشللو هاد المراكل كيتشلل هنايا ثاني بحال كيشللنا الجير هي تنشللو ثاني البزق البزق ديال 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 الحمام تنشللو تنديرو ليه جوج شليلات ومن بعد الشليله الثالثه تنديروه ثاني في هذا سميتو لاسيد كيتسمى لاسيد هذا لاسيد كيتغسل فيه لاسيد اييه لاسيد امونياك دراري الله يسهل عليهم خدامين هي زيدوا نزيدوا الطريقه الاخيره زيد
بحال هكا دابا تنشلل البزق تنشلل الجير في هذاك المنتاع البزق اييه تنديروا لاسيد بوحدو مع الملحه تنديروا القياس تاع الملحه اللي عندك تاع الاستهلاك تاع الجلد اييه الكونتيتي تاع الجلد تندير على حساب تاع حساب لاسيد باش ما يخسر ليا ولا ما ينقص ما يصفاو ليا الجلد فهمتي دابا لاسيد يصفي ليا جلده تولي بيضه بيضة ما كتبقاش داك كتحل تقدر تولي بيضة الله يعطيك الصحة داك الجلد على حساب الجلد وبقاو تيدري تخدم كيشتفوا عليه تيبقاو تيهضروا عليه تيهضروا عليه من بعد هاكا تنديروه في النخالة شبه النخالة تنسموها حنايا باللغة تاع الشليح البشكة 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 شبه النخالة بحال هاكا هادي النخالة هادي النخالة هادي النخالة وكتغطيوهم تيتغطاو باش تحافظوا لنا شي واحد لا بيجي زعما مسلاي حافظنا على نعم ما يتلحش فيها الزبال وما يتلحش فيها هكذا أيه. نعمة هذاك الشيء اللي كاين اي كل اللي بغيتي كي تغطاو باش غطاو بحال الجوج ما مغطيين ما مغطيش نعم الله يسهل عليك هذه النخاله تخرجوا الناس كيتغسل ما عندهمش ما تيجريش بها ما تخدموش بها تاع توايل البايم النخاله هي نخدموا بها حنا تاع الطار اذا هادشي فيه تماره وفيه العاده فيه تماره فيه تماره فيه الخدمه بزاف ديال المراحل يلا يتنتج لك الجلد ديال شي صاك ولا ديال شي حاجه ياك كاين المعاناه بالنسبه للناس اللي كيخدموا هما اللي كيعانيوا فهاد المعاناه في بحال هكا في الكبير كاين المعاناه الاخوان الناس اللي كيخدموا صراحه بالنسبه كيخدم شي حاجه اللي يعطيك شي حاجه يعطيك شي حاجه اللي زوينه بقل الثمن بقل الثمن بالنسبه اللي كيخدم من بعد تنجيرو تيقعد الجلد هنايا شي 10 ايام في النخاله 10 ايام في النخاله كيدوز زيت تغسل كيدوز زيت تلون لا يعطيك الصحه تنجيبوه هنايا للدباغ شي الدباغ تنقولوا ليه بشحال حتى افضلي 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 اييه شبه تاع الدباغ فيه فيه دباغ قديم اييه لازم نشل السلعه بحال هكا تنشرط اييه وبقى هذاك الماء وبداك الماء ديالها كتعاود ترجعوه ثاني طريقه نهزوا هذيك النخاله نزلها في هذاك هذاك افضلي في هذاك الدباغ شبه الدباغ اييه فهمتيني اييه داو ندوزوه في واحد السيمانه بالماء الثاني يوليو نجلو الثاني واحد هكا يشدوا لنا الجلو تاع الدباغ تحيد لنا النخاله داك العرق النخاله يتحيد اييه يبقى لنا دابا يجلي الدباغ نتاع الدباغ من بعد وقت تقعدوا واحد اليومين تنبتلوا الدباغ اييه اجي نقول لك انا الاخوان هادي الدباغ هادي دابا كيولي اللون ديالو احمر يعطيك الصحه دابا هذا دباغ قديم دباغ قديم هذا ها هو السلعه ديالك نشرات السلعه ديالك نشرات ها في كينشروا السلعه الفوق الاخوان هنايا هذا تقولوا له اسفسر لابستر اسفسر ابسر بالانجليزيه السطح السطح هذا الله يعطيك الصحه كيتنشروا دابا تما في هذاك الرمي فاش تنقولوا له الرمي تنبنيو المرحله تاع الدباغ نديروا الدباغ جديد اييه تنقولوا له الرمي اييه تنزلوا هذيك السلعه تنحيدوا هذاك الماء وذاك الدباغ اللي كاين هنايا تنحيدوا تنديروا ماء جديد تنديروا الملحه تاع القياس القياس تاع الملحه اييه اللي بغيتي دير على حساب السلعه اللي عندك تديرها كاع شي جوج تطلح فيها هذاك الدباغ هذاك الشيء ما يكونش السلعه تاخذ يد الدباغ في الماء بوحدو تقول هكا واحد شي جوج تطلح الدباغ باش كيبقى تقريبا باش كي نهار نهار ونص على حسب الحراره نهار نهار ونص الصباح دابا الصباح نشرع الصباح تنشر الغد اللي غيحيدوه لا يتجمع يتجمع صافي باش ما بقيش من حنا الشمس تدخل عليه ما خصهمش بزاف المصدريه ودابا نوري لكم باقي بيدوز ثاني من مراحل اخرىين وشحال من مرحله الاخوان باش انه كينتجوا لك صاك ولا شي حاجه والله الا تبارك الله عليكم قسما بالله دابا كاينه المرحله مختلفه من الدباغ نتاع البكريك اجي وكاين الدباغ تاع المعزي ثاني توصل من دان الدباغ الناجل دا من دان هذاك الدباغ اييه عند بغو جلده تنقبضها تنفتحوها تنسمى الشقان الشقان كتشق هذا تشق اييه مفتوحه مفتوحه اييه لحقاش كامل كاع المرحلات كانوا مسدودين كانوا مسدودين هنا كيتفتحوا ديريكت باش كيتعرضوا للشمس اي هنايا بحال هكا تنشقان يعني تنوقع زاويين اييه شقيناهم قبيله ونزلناهم تنرتيناهم عاودتي رديتهم نص تاع نص خنشات الدباغ اييه رديناهم اييه بقاو هكا دابا دابا بقاو عاد تعاود تخدموا الصباح يخدموا اييه ينقطروهم ويخليهم واحد شويه شويه ثاني ينزلوهم ينزلوهم تبارك الله دابا ندوزو للمرحله الاخرى هذا سميتو البقري ما عنده البقري عنده ديريكت عادي البقري ماشي بحال ديال الغلمي والمعزي السلام عليكم وعليكم السلام من بعد ما دا نجيب الجلد هو من هنايا دابا راه نشف نشف دابا الجلد ياك كنرشو بالماء دابا كنرشو بالماء الثاني باش يرفقنا هذاك كرم شويه فين يتكرر فين يتكرر
ماشي نجيو نكرطو حواف في الواو في اليابسة تانا عطي تانا يعطيني في الواو شوية. عرفتي هاد الجلدة هادي شحال دازت من المرحلة؟ راه دازت بجميع المراحل. تا كي داير بخير سير دابا باقي ما فزقا ما والو ها فزقت كيجي في الزقاق ها فزقها دابا استعسل علي عنده اييه فزقات من بعد تيخليو طلب الطاكو تيجرو في الميكا اييه طلب الكليه تيخلوها تيعرقوا هذوك الجلد تيعرق كيطلق شويه من الشمس اييه كنجيبو لهنايا واه ملي كتجيبو هنا دابا الصدريه هادي الصدريه طيبيت تكرت الشمس كيتكرد الجلد باش تخرج لينا جلده ناعمه باش تخرج لنا جلده بحال هكا باش تخرج بحال هادي سبحان الله فهمتي سير بسم الله تنقبضوا الجلد تبارك الله عليك سير هادي الطريقه باش تنزل انايا كتنزل بصدرك الله يعطيك الصحه داكشي على السنه والصدريه الله يعطيك الصحه الله يحفظك كتنزل بصدرك كتنزل بصدرك فهمتيني داكشي على السنه والصدريه فهمتيني سير كمل 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 كنديرها بصدري تنضرب عليها هاد القنطه هذا تا نخدم بها هاد القنطه ديال الاكستيريو تنخدم بها حتى ولا بنخدم بها هكا اييه فهمتيني ما تنضربش على هذا باش تعطيك لي هاد الطريق الجلد تنضرب بها الله يعطيك الصحه باش فيني داك الشيء باش تحكم فيه هاكا من بعد ثاني تنقرطوهم نسلع عليه الكرطه تنخرجها ثاني تنشف واحد شويه تبارك الله عليك تبارك الله عليك هذا هو الفينيسيو ديالها ديال الجلده منين تتولي هكا تنكرطها كدوز بالكعيط الحرش كعيط الحرش اعاود تسمى اعاود اعاود قال لك ملي تخرج للشمس عاوتاني تنضربوها واحد شويه تاع القعيط اييه هذا هو الفينيسيو فينيسيو كتفينا بحكا صحه تاع كتفينا ما سيتش داك يقول اه ولات رطبه فهمتيني دابا اخر مرحله تيتوها للسوق هذه هي المرحله الاخيره وتبارك الله عليك شكرا لك بزاف على هذه المعلومات القيمه شكرا بزاف وهذه من هالشمس من هنا كتولي لهذه المرحله ياك وهذه المرحله كتمشي ديريكت للسوق صوب بها اللي بيتي اللي بغا اللي بغاو دابا هاد القنت هو هاد القنت اه لا لا داكشي زوين تصوب دابا الصاك تصوب بها كلشي اه كان الزغب الله يعطيك الصحه الزغب تحيد تبارك الله عليك تبارك الله عليكم والله يسخر لكم الامور الله يسخر لكم الامور وتحياتي ليكم صراحه الخوت هاد العيبات هادو غناكلهم مع الحباب في دار الدباغه اللهم بارك اصيله من السمارين ياك اجناها من السمارين هادي الله يحفظك نضربوا الحلوه في دار الدباغه في هاد الاجهزه البيت تقريبا شحال عندهم من عام هاد البيت هذا شحال عندهم من عام ماشي 1500 قرن تبارك الله ما شاء الله وشو كيفاش دايره الاخوان راه بالعود جوجنا كانوا عليه شو سبحان الله باقيين محافظين على التراث ديال هاد البلاد هي هاد الحلوه اللي بغات نضرب شو هاد النخله هادي اش فيها بسم الله فريزه ياك شنو هي وقول لك صباح مشاء مولا انت اللي مصلحك لا يجي وفريزه شوف الاخوان هذه واعره صراحه خدينا من عند ذاك السيد ناديه جربها سيمو دراري دراري مرحبا بكم هز زيد زيد مرحبا اعطيه اعطيه ها انت كل شيء عندك ها بسم الله ما عطيني خذ هز هز ذوق الفريزه لا داخل ذوق الفريزه سفيان سفيان هاك الميمه هذه فريزه واعره صراحه جيدة 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 الله يحفظك الله إلا بنينا والناس هنا في مراكش الله يعمرها دار يرحبوا بك في الديور ديالهم دار الدباغ الأولانية دار الدباغ الحجرة دار الدباغ الحجرة هي الأولانية هي الأولانية إلا بغيتو تلقاو هاد الناس هادو كتلقاهم في دار الدباغ الحجرة هي الأولانية الباب الأول دخلوا راه كاين هاد السيد هذا وكاينين دراري اخرين كيوريوكم كيفاش كيدوزوا المراحل ديال الدباغه هذاك الشيء اللي كاين وتحياتي لك اخويا زيد الحاج ري حسن هذا هو المعلم تاعنا مول القنت وتحيه للمعلم تحياتي لك وراكم محافظين على التراث المغربي الاصيل وبالخصوص في المنطقة ديال مراكش تحياتي ليكم اشدك بشي الزين وانت يا راجل مسكين اشدك بشي الزين وانت يا راجل مسكين
هانك درب في الحين اللي اجداني اجلح والحب زوين يجمع ما بين قلبين الاخر الاسراني اجدك مشي زين وانت يا راجل مسكين عملتها بيديا وعلاش ما نخمم عملتها بيديا وعلاش ما نخمم كل ما شافوني مشي ما نجيه اللي دارها بيديه فكها بسنيه اللي دارها بيديه فكها بسنيه انا هو حد دوس قال لك نادي البهجاوي سير هذا اخر ديسك يلا عبد الهادي العصاصر المرقب بالعصاصر بالعصاصر بالمحجوب بالمحجوب عبد الهادي بالمحجوب تحياتي لك بالعصاصر اللي ساكن في مراكش وعنده المحلات ديال نسابو سيدي معروف ولا نحدو تحية للرجاء وتحية للوداد تحياتي يا أخوي يلا سير وتحية نعم سيدي الاتحاد البيضاوي وتحياتي نعم سيدي لولاد سيدي معروف تحياتي اليوم وتحياتي لولاد درب السلطان كاملين وتحية نعم سيدي لولاد درب الكبير تحية لولاد درب الشرفاء الله ولاد البرنوسي ولاد النحلة تبارك الله وحي المحمدي وعين ديان مساري كل شيء هذا وزيد وتحياتي للناس اللي ساكنين في باب مراكش ودوميل وتحياتي لكاع الناس اللي كيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وعاش الحسن الثاني وعاش الحسن الحسن وعاش سيدنا وعاش الحسن الثاني الأخ ديالي اللي مزيد أنا وياه في نهار واحد هذاك الشيء اللي كاين تحياتي تحياتي والله تحياتي الشرفة وعاش وعاش سيدنا وعاش صاحب الجلالة والله يحفظك والله ينصرك كبير عيني نقول لكم هذاك تنساك 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 اسكت اسكت يا مسنين هي كل يوم كانت رجاك كانت رجاك سنين وشهور وعوام وليالي لا 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 وانا قلبي مشغول غير بيك عمر غيرك ما يحلالي عمر قلبي مشغول فيك محبتك هي ولا عاطيك العهد وعهدك هو هو ربي علينا شاهد محبتك هي هي وانا عاطيك العهد وربي علينا شاهد اللي صورتك بالعينيا كتير قلبي حتى ينساك اهدى 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 تبارك الله على بهجة واللي خلقوا لنا البهجة في هذا الفيديو تحياتي لأي واحد غنمشي دار الدباغة غنعاد الناس المهم الخوت غيكون سهل الفيديو ديالنا هنا إذا عجبك الفيديو ما تنساش لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع صحابك ونتلاقاو في فيديو جديد ومغامرة جديدة وتجربة جديدة والسلام عليكم.